أكد مدرب شباب الوزداد نبيل الكوكي ثقته في لاعبيه وقدرتهم على الإطاحة بالترجي التونسي وحصد 3 نقاط جديدة للاقتراب أكثر من تحقيق الهدف في بلوغ ربع نهائي المنافسة. المجموعة هذه معروفة ولا أصعب مجموعة تقريبا، لأنه مجموعة دربيات، وسواء اليوم الدربي كيف كيف وتلعب في مصر دربي عربي معروفة، والدربيات ديما ما يصعب فيها الكاهن ويصعب فيها معناها تعطي نتيجة مسبقة، لأنه تلعب على جزئية صغيرة، تلعب على يوم المباراة، الفريق كيفاش كان، الاستراتيجية نتاع المباراة نتاعك. بالنسبة لنا احنا ناخذوا ماتش فور ماتش، بالمقابل بالمقابل، مباراة مباراة، المباراة اللي فاتت وفقنا فيها ربي الحمد لله، معناها كنا معناها سوليد، كنا معناها مشينا باش نربحوا، مشينا معناها ثمك الروح الكبيرة اللي لعبنا بها. ان شاء الله زاد المقابلة هذه نكونوا معناها في الموعد، ومن بعد المقابلة ما بين زوج فرق كبار، معناها فريق الدوري التونسي فريق معناها فاميلي فافوري بالطبيعة في الكومبيتيسيون هذيك، وعنده تقاليد كيف كيف. من شباب الوزداد قاعد يتموقع افريقيا، لانه قاعد سنتين ورا بعضهم ربع نهائي كيف كيف، تقريبا معناها في البطوله نتاعنا كيف كيف، معناها قاعدين تقريبا من 3 سنوات سيره كليه على البطوله. ان شاء الله معناها تتعدى المقابله بين زوج فرق كبار يليق بالدربي المغاربي معناها الدربي الجزائري.